مرحبا بكم. سنتناول في ذلك الفيديو بعض أنواع الحشرات. قد يبدو بعضهم لطيف عند النظر إليهم، إلا أنهم يصنفون من بين أخطر الحشرات السامة بالعالم. تصل درجة خطورتهم إلى أن سمهم يقتل الإنسان في ثانية واحدة، لذا لا تستهينوا بصغر حجمهم. لكن كعادتنا قبل أن نبدأ، سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. أولا، ذبابة تيسي تيسي، مصاصة دماء. إنها تتسبب بأمراض خطيرة لأقصى درجة بينما تنتقل من مكان لآخر. نعم، إنها الذبابة التي تسببت في انتشار مرض الطاعون في أوروبا الوسطى وموت ربع السكان هناك. ثانيا، البرغوث. البراغيث من الحيوانات الطفيلية الخطيرة التي تعيش على امتصاص الدم من الثدييات والطيور. حجمها صغير للغاية وتتكاثر بسرعة كبيرة، فكل أنثى تضع 2000 بيضة طوال عمرها، وتتسبب لدغاته في بقع حمراء بجسد الإنسان. غالبا ما تجدهم بمنطقة الخصر، الركبة والكوع. لدغاتهم تؤدي إلى الشعور بحكة وقد تسبب العدوى. ثالثا، حشرات التقبيل. تتجول حشرة التقبيل طوال الليل لمص الدماء. دائما ما تفضل لدغ شفات الإنسان، لذا تم تسميتها بحشرة التقبيل. ثم يتركون فضلاتهم على فمه، مما يؤدي إلى انتفاخ الشفاة وكذلك العين أو الالتهابات. رابعا، النملة الرصاصة. تعد النملة الرصاصة أكبر فصائل النمل حجما، وتوجد بالغابات المطيرة في نيكاراغوا وباراغواي. إنارة تجربة أكثر لدغات ألما، يكفي أن تجعل نملة الرصاصة تقوم بذلك، فإن لدغتها قوية كما الرصاصة. خامسا، النحل القاتل، الدبور. نحل العسل الأفريقي هو أخطر أنواع النحل في العالم. يمكنهم مهاجمة الناس دون أي سبب. لديهم غريزة تعسفية تجاه حماية منطقتهم، لذا حتى وإن ابتعد الناس عنهم يقوموا باتباعهم. على الرغم من أن السم الموجود بداخلهم لا يختلف عن النحل الآخر، إلا أن خطورتهم تكمن في هجومهم على البشر في مجموعات. يمكنهم في بعض الأحيان قتل الإنسان. سادسا، حشرات إفريقيا القاتلة. تلك الحشرات التي تعيش في إفريقيا سامة أكثر من ثعبان الكوبرا 10 أضعاف، وبسبب ذلك السم القوي يستطيعون اصطياد فريسة أكبر منهم حجما. تصنف من الحشرات القاتلة، ويوجد البعض منهم في حديقة الحيوان بولاية كاليفورنيا. سابعا، حشرات العجلة. أخطر حشرة في العالم توجد بأمريكا الشمالية. يصل طولها إلى 5 سنتيمتر، ولديهم شيء يشبه العجلة أو الدوارة فوق ظهرها، لذا سميت بذلك الاسم. تتغذى تلك الحشرة الخطيرة على الخنافس واليرقات، فهي تقوم بضخ سائل السام داخل أجسامهم، وبهذه الطريقة لا تستطيع فرائسها أن تتحرك وتذوب أعضاؤها الداخلية. لدغتها مؤلمة للغاية، ويستغرق الأمر أشهرا حتى يشفى الجرح. ثامنا، القمل. يختار القمل كائنا حيا ثم يقوم بالعيش في محيطه، فهو يعد بلاء خطرا يعيش في الطبيعة. وخلال انتقال ذلك الحيوان من الإنسان إلى الحيوان أو من الحيوان إلى الإنسان، يمكنه نقل الكثير من الأمراض المعدية للجنسين، ولكن ذلك خاص بالقمل الذي يسكن الجسد. أما قمل الشعر لا يمثل أي خطر. تاسعا، ديدان طفيلية. تصل تلك الحيوانات إلى الجهاز الهضمي أو الجلد أو حتى العينين، وتتسبب في الشعور بالقيء والغثيان والكثير من المشاكل الأخرى. إن الأمراض التي يتسبب بها ذلك الديدان الطفيلي يمكن معالجتها، لكن ذلك الأمر ازداد صعوبة بالفترة الأخيرة، ويقتحم الديدان المعوي والطفيليات جسد الإنسان، وليجعل حياته بائسة للغاية. حتى وإن كانوا لا يتسببون بأمراض خطيرة، إلا أن لهم تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان. عاشرا وأخيرا، البعوض. يعد البعوض من أخطر أنواع الحشرات،
فهو يصيب الإنسان بمرض حمى الملاريا ويتسبب في موت مليون شخص كل عام، يحمل الجراثيم من كل مكان، وعند لدغه للإنسان على الفور تنقل الجراثيم هذه إلى الدم. يموت كل 30 ثانية طفلا متأثرا بلدغة الباعوض. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به وكذلك الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.